أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب Thank you.
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا شديد العقاب الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا واذكروه كما هداكم
فأفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أولئك
لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة وهكذا أيها السادة بدأنا أولى شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد مولانا الإمام حسين رضي الله عنه بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. أيها السادة وصلاة العيد اليوم سوف يلقيها فضيلة الشيخ محمد المطراوي وموضوعها عيد الفداء والوفاء وسوف يودي السيد الرئيس حسني مبارك صلاة عيد الأضحى المبارك معنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أيها السادة كل عام وأنتم بخير ونصر عبدا وأعز جنده
محمد وسلم تسليما كثيرا. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، والأنوار ساطعة. صلوا صلاة عيد الأضحى أثابكم الله. استقيموا وارحمكم الله. الله أكبر، 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى.